اهلا بيكم. دلوقتي بقى هعمل لكم شويه ريفيوهات عن جيتارات مختلفه باسعار مختلفه بكواليتي مختلفه وبتاع. فالناس كذا مره سالتني، هو انت ليه ما بتعملناش مثلا ريفيو عن جيتار نوعه وشكله والحاجات دي عشان نبقى عارفين لو عايزين نشتري او كده. اول حاجه هعملها ريفيو عن الجيتار الفيتنس ده، لو انت مبتدئ وعايز تشتري جيتار لاول مره ومش عارف ممكن تكمل ولا لا والكلام ده كله، ممكن نبدا بجيتار فيتنس. الجيتار هيقضي الغرض وجيتار كويس وبتاع. وكل الجيتارات اللي هعمل عنها ريفيو هقول برضو سعرها عشان تبقوا عارفين السعر ايه واشتريه ولا لا وجيتار حلو ولا لا وكده. فطبعا ده الفيتنس هو فئه الجيتار الفور بيجينرز اللي انت للمبتدئين. الجيتار يعني ده كده اسمه الفول سايز اللي هو 4 4، بيجي منه كذا لون بقى، مثلا ممكن تلاقي منه اسود، ممكن تلاقي منه اللون ده، هتلاقي الوان بقى شويه حركات بقى ازرق واحمر ومش عارف ايه، فمفيش مشكله في الالوان. هو كده كده جيتار فور بيجينرز. نظبط الجيتار كده ونسمع صوته. انا بظبطه طبعا على ابلكيشن عشان يبقى اسرع شويه بس نكسب وقت. اهو حتى ممكن نجرب عليه نفس الحاجات، يعني حاجه بسيطه عشان تبقى ايه مسموعه على طول. ده صوته في الفينجر بيكينج مثلا. في كل الجيتارات هحاول استخدم نفس الحاجه اللي انا عملتها عشان نشوف الفرق واضح ازاي، حتى بالكوردات السهله نشوف الريتم فيها هيبقى عامل ازاي، صوته كويس ولا مكتوم ولا بيزن ولا عامل ازاي. بس هو جيتار تعليمي طبعا، يعني هو جيتار صوته مش خطير ومش اللي هو تطلع بيه حفله مثلا ولا كده، او ممكن والله تطلع بيه حفله بس مهندس صوت شاطر بقى ويظبط لك الصوت جامد وبتاع وكده. بس اقصد ان ايه يعني بيكون السعر على قد الجوده. فهو جيتار هو بسعره 800 جنيه، ولو لقيته في اي حته تانية ممكن تلاقيه مثلا، يعني هو ده السعر مثلا، ساعات بيقللوا 50 جنيه يزودوا 50 جنيه وبتاع، بس هو الافريج بتاعه تقريبا ب 800 جنيه. وانا انصحك لو انت لقيته في حته تانية ب 750 جنيه تعال اشتريه من عندنا اسهل ب 800 جنيه عشان يبقى مضمون. لان مثلا في حاجات بتتباع تلاقي مثلا هي خبطه في الخشب من حته بس انت ما خدتش بالك منها، مفتاح بيلف على الفاضي، مش عارف ايه. فاشتري دماغك بال 50 جنيه دي واشتري حاجه تكون مضمونه وصوتها كويس وما فيهاش زنه، لان ممكن لو انت بيجنر ممكن تدوس مثلا على كل الخانات، مش كل الخانات تلاقيها بتطلع صوت، تلاقي خانه مثلا من دول بتزن، يعني مثلا دي كده صوتها كويس، ممكن خانه تانية مثلا من دول تكون بتزن، فانت ما تعرفش مثلا وعمال تجرب في الجيتار وبتاع وخدت الجيتار وخلاص تروح تلاقيه بيزن منك. فانا يعني بما ان الناس يعني على القناه بتاعتي وبتتابعني وكده، انا بنصح ان لو خلاص هو الرينج مثلا فرق 50 جنيه ولا حاجه، اشتري دماغك وهات جيتار يكون كويس وانت ضامنه او واخده من حد مضمون. بس كده، ده اول ريفيو عن الفيتنس، وان شاء الله هعمل لكم ريفيوهات كتير عن جيتارات تانية بانواع مختلفه بستايلات مختلفه، ممكن تكون نوع ما تعرفش عنه حاجه ويطلع نوع كويس. هنشوف بقى بعد كده الريفيوهات هيبقى عامله ايه. شكرا جدا على متابعتكم، وهشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد لجيتار جديد. شكرا.